أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار المملكة بقطع العلاقات مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ولحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد اتخذت المملكة هذا القرار نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي واحتضان جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.